بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الجزء ده عن من جزء النيوماتيك في من صفحة 1 لصفحة 14. هنقدر نستعرضه من البرزنتيشن دي. هنقدر نتعرض لما هو النيوماتيك سيستم، وبعد كده ايه مميزات النيوماتيك سيستم وايه عيوب النيوماتيك سيستم، وبعد كده ايه المكونات بشكل عام بتاع النيوماتيك سيستم. اول جزء نستعرضه هو ايه النيوماتيك سيستم. النيوماتيك سيستم زي ما احنا عارفين هو استخدام الكمبريسد اير عشان خاطر ابدا احرك بيها حاجه من يعني بطريق غير مباشر. هو عباره عن نقل الطاقه عن طريق المائع. هي نفس فكرة الهيدروليك. كنا في الهيدروليك بنقول إن أنا عندي أويل، هبدأ أديله طاقة، وبعد ما أخد بعد ما أديله الطاقة أنقله، فيبدأ هو ينقل الطاقة بتاعته للمكان اللي هو رايح له. فبالتالي كده أنا نقلت الطاقة عن طريق حركة الفليو. ده بستخدمه في إيه؟ ده بستخدمه في حاجات كتير زي مثلا الدور، ترين دور. ترين دور دي اللي هي إيه؟ زي العربيات بتاع المترو والقطارات. دي بتكون نيوماتيك سيستم، هوا، نظام هوا هو اللي بيحرك الباب، هو اللي بيفتحه وهو بيقفله. ميكانيكال كلامب. ميكانيكال كلامب يعني لو انت عاوز تمسك جزء ميكانيكي ممكن تقدر تمسكه بالنيوماتيك سيستم. ممكن برودكشن لاين، ممكن برودكشن لاين زي خطوط تقفيل المنتجات بيبقى غالبا نيوماتيك سيستم، لان مش محتاج بريشر عالي. ايه الادفانتج؟ اول حاجه هاي افكتيفنس. افكتيفنس يعني الكفاءه بتاعته عاليه. كفاءته تقريبا بتوصل من 90 ل 92 93 94 في الحدود دي. الكفاءة العالية بتاعته دي جاية منين؟ جاية من إن الفريكشن لوسز قليلة جدا 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 بشكل كبير، لأن الهواء ما بيعملش فريكشن زي الأويل. دي أول نقطة. النقطة التانية إن أنت بتعمل حاجة اسمها اللوبريكانت. تحط لوبريكانت. لوبريكانت ده يعني إيه؟ يعني عبارة عن حاجة كده عامل زي الزيت، بتبدأ تقلل قوة الاحتكاك ما بين ايه، ما بين الاجزاء وبعضها. تاني حاجه الريلابيليتي، هاي ريلابيليتي. الريلابيليتي يعني الاعتماديه. يعني ايه اعتماديه؟ يعني تقدر تعتمد عليه في ان انت تعمل شغل معين. تقدر تعتمد عليه ان انت تعمل شغل معين. بعد كده سيمبل ديزاين. ايه السيمبل؟ سيمبل ديزاين يعني بسيط. انت مش محتاج هنا ان انت تحط قيود كبيره جدا وسيفتي سيستم بشكل كبير غير غير الهيدروليك. ان الهيدروليك كان مستوى البريشرز بتاعته عاليه للغايه، فبالتالي لازم تكون حاطط بعض الحاجات جوه الدايره اللي تضمن ان الدايره دي سيفتي. هنا الهواء اصلا ضغطه بيكون قليل، فبالتالي انا مش محتاج الجزء ده، فبالتالي الدايره بتاعتي هنا بسيطه. ثالث حاجه او رابع حاجه هو الانفايرومنتال. هو بيقدر يتكيف مع الانفايرومنتال بشكل كويس، لان من المنطق ان الهواء هو هواء اتموسفيريك، اللي هو الهواء الجوي، يعني هواء احنا واخدينه من الجو، فاصبح ان المشكله ملهاش علاقه خالص بالانفايرمنت. سيفتي هو امن لان ضغط ضغوطه كلها قليله اصلا، فبالتالي هو النظام بالنسبه لي امن، ما فيهوش اي ايه مشاكل من ناحيه السيفتي. بعد كده ايزي تو سيلكت اوف سبيد اند بريشر. انا ممكن اقدر بمنتهى البساطه اظبط البريشر بتاعي عن طريق نوع من انواع الفالفات اسمه بريشر ريجوليشن فالف او ريجوليتنج فالف، هنبدا نشرحه بالتفصيل. وتقدر تغير السبيد برضه ببساطه شديده عن طريق ان حضرتك تحط فلو ميتر، تقدر تفتح وتقفل زي ما انت عاوز، فتزود السرعه وتقللها زي ما انت محتاج. انفايرمنتال فريندلي، هو هواء واخد من الجو وبرجعه مره تانية للجو، فهو بالنسبه لي مفيش اي مشاكل فيه. لا يعني هو ده كده يعتبر ايه صديق للبيئه، غير الهيدروليك، لان الهيدروليك كان فيه اويل. الاويل ده هيدروكربون. هيدروكربون ده يعني ملوث للبيئه، تمام. دي حاجه. الكونيمك، الكونيمك ليه؟ ما هو الضغوط بتاعته قليله، فلما الضغوط تكون قليله معناها ان انت ان الفالف بتاعك بدل ما يبقى كبير هيبقى صغير، والسلندر بتاعتك بدل ما هتبقى كبيره هتبقى صغيره. طب وكل ده مش بيأثر في تمن الفالف او تمن السلندر او تمن السيستم كله؟ طبعا بيأثر بالايجاب. طيب لو احنا شفت الليميتيشن بتاعه البنيوماتيك سيستم، الليميتيشن يعني ايه؟ يعني ايه المشاكل اللي ممكن تحصل فيها؟ اول حاجه لو اكيوريسي.
لو ريلاتيف لو اكيورسي ازاي؟ والله المشكله كلها هنا جايه من الكومبريسد اير. ليه؟ الاير هو غاز قابل للانضغاط، فاصبح ان ممكن لا قدر الله لاي سبب من الاسباب الضغط بتاعه لما بيزيد بيخلي الحجم يقل، فاصبح بالنسبه لي في تغير في السيستم ولا لا؟ في تغير في السيستم، دي نقطه. النقطه الثانيه، تعال نفترض ان انا شغلت النيوماتيك سيستم ده في باب من ابواب المترو، لو واحد ايده قويه شويه يقدر يفتح باب المترو بعد ما يتقفل؟ اه ممكن يقدر يفتحه، فاصبح ان الاكيوريسي بتاعته قليله، دي نقطه. ان ممكن كمان السيستم ما يوصلش للنقطه اللي انا محتاجها، دي نقطه. طيب تاني حاجه لو لودنج. لو لودنج ليه؟ لان البريشر اصلا قليل، لان انا ما اقدرش ارفع مستويات البريشر عن مستوى معين، لان زي ما احنا قلنا ان الهواء قابل للانضغاط. بعد كده اهو بروسيسنج ريكوايرد بيفور يوز، انت محتاج تعمل على الهواء قبل ما يخش السيستم بتاعك بعض العمليات وبعض الاجراءات اللي احنا هنتعرض لها عشان خاطر الهواء ده يبدا يخش السيستم بتاعك، من ضمنها الفلتر والدراير والكولر، كل الكلام ده كله، وان انت توديه على التانك، كل الكلام ده كله ده من ضمن المشاكل. ان ايفن موفينج سبيد، يعني السبيد ممكن تتغير معاك. ازاي السبيد تتغير؟ والله انا لو رفعت البريشر عن مستوى معين الحجم بتاع الغاز هيقل، وبالتالي حجمه بالنسبه لوحده التايم هتقل. طب والحجم بالنسبه لوحده التايم هو عباره عن الفلوريت، والفلوريت هي سرعه في اريا، الاريا ثابته يبقى السرعه ايه اللي هيحصل لها؟ هتتغير، هتقل على حسب الفوليوم اللي ايه اللي داخل. النويز، النويز دي من ضمن الحاجات المزعجه فعلا في نظام النيوماتيك. اول النويز بتيجي من الكمبريسور نفسه، الموتور بتاع الكمبريسور نفسه هو شغال وهو بيضغط ليه صوت عالي، دي نقطه. النقطه بقى الثانيه صوت الهواء الاكزهوست اللي هو خارج من فالف او خارج من سلندر او خارج على الاتموسفيرك ليه صوت عالي. هل انا اقدر احل المشكله بتاعت الصوت العالي بتاع الهواء اللي خارج؟ اه ممكن اقدر احلها عن طريق حاجه اسمها السايلنسر او المافلر، ده هنتكلم برضو عليه وتفصيلا ماشي، هنتكلم عليه ايه بيعمل ايه وايه السيمبل بتاعه. ايه الاجزاء الاساسيه في النيوماتيك سيستم؟ الاجزاء الاساسيه بتنقسم لاثنين، اجزاء هدفها انتاج الهواء المضغوط ونقله، ده الاجزاء الاولانيه. تاني جزء او تاني كومبوننتس هي عبارة عن الأجزاء التي تستهلك الطاقة اللي هي موجودة جوه الكمبريسد اير. أول نوع من الأنواع هو الكمبريسور، من جوه الحاجات دي كومبريسور. الكمبريسور هو هدفه رفع إيه؟ الضغط المائع أو ضغط الهواء للمستويات اللي أنا إيه محتاجها. هو عبارة عن إيه؟ جهاز بيحول الميكانيكال إنرجي تو إيه؟ تو بوتنشال إنرجي جوه الإيه؟ الكمبريسد اير. ده بينقسم او بيحصل له كلاسيفيكيشن ناحيتين، في ريسيبروكيت وفي روتري، هنتكلم عن التصنيف ده لما نيجي في الكمبريسور نتكلم عليه تفصيلا. دلوقتي الكمبريسور ده السيمبل بتاعه، لو انت جيت رسمته في دايره النيوماتيك ترسمه ازاي؟ ترسمه زي ما مرسوم كده، وده شكله في الحقيقه، بيكون شكله عامل كده زي اللي في المعمل، قريب من اللي في المعمل. تمام، هنبدا نخش بعد كده في حاجة اسمها البريشر ريجوليتنج كومبوننت، دي برضه هنتكلم على كل كومبوننت منها تفصيلا بعد كده، بس هناخد اوت لاين ان ايه الكومبوننت دي. اول حاجة الفلتر، الفلتر ايه هدفه؟ اي شوائب موجودة جوه الهواء يبدا يطلعها، سوليد بارتيكوليتس، اي حاجة غير الهواء يبدا يطلع الحاجات دي ايه من الفلتر. تاني حاجة البريشر ريجوليشن، البريشر ريجوليشن ده هو فالف هدفه تظبيط البريشر عند مستوى معين من الايه من المستويات، فبالتالي يقدر اوصل للضغط اللي انا محتاجه وما زدش ايه عنه. بيشتغل ازاي؟ هنتكلم بعد كده بيشتغل ازاي. تاني حاجه تالت حاجه اللوبريكانت، اللوبريكانت ده تو بروفايد لوبريكيشن. يعني ايه تو بروفايد لوبريكيشن؟ يعني عشان خاطر يعمل تزييت للسيستم. ايه هدف تزييت السيستم؟ يعني هدف تزييت السيستم هو قلة الاحتكاك وقلة الباور لوسز الناتجة عن الاحتكاك ايه الميكانيكي، فبالتالي الباور لوسز كلها تقل. ده شكله شكل البريشر ريجوليتنج كومبوننت، ده الفلتر، وبعد كده البريشر ريجوليشن، وده اللوبريكانت. بعد كده الاجزاء بقى اللي بتستهلك الباور هي عبارة عن اجزاء مفهومة طبعا، من غير شرح كتير، هي مفهومة.
زي السلندر، زي الاير موتور، زي الحاجات اللي زي كده، بتبدأ ايه هي اللي تسحب الايه الهواء. لو انا اتكلمت دلوقتي بدأت بقى في اول جزء بالنسبه لي براكتيكال الاير بريبريشن، هنتكلم عن اول جزء هو عباره عن الكمبريسور. الكمبريسور هدف الكمبريسور هو رفع ضغط المائع، تمام، رفع ضغط المائع للضغط اللي انا محتاجه. الماكسيمم بريشر يكون تقريبا من 8 ل 10 بار، حاجه زي كده. بعض الناس بتقول لك لا خليهم 6 بار بس، تمام، وده بيكون اوكونوميك. وهنقول ليه اوكونوميك؟ بمنتهى البساطه المائع الهواء ده ذاتا عن اللي هو كومبريسبل فلويد بيبدا الضغط بتاعه لما بيزيد الفوليوم بتاعه يقل، تمام. دلوقتي في مشكله بقى، اول حاجه الكثافه بتاع الهواء قليله ولا كبيره؟ كثافه الهواء قليله، فبالتالي في حاجه اسمها السبيسيفيك فوليوم. السبيسيفيك فوليوم ده هو عباره عن مقلوب الكثافه، تمام، او من الاخر الفوليوم بير يونت ماس، تمام. فالمهم النقطه دي بالذات هي نقطه ازاي انت بتستهلك باور من الكمبريسور. الطاقه الكهربائيه اللي بتطلع اللي انا بسحبها من المحطه بتبقى كام؟ هو دي الفكره بقى، ان انت عندك القانون بيقول ان البريشر بيساوي ان الباور قصدي بيساوي الدلتا بريشر في ايه، في السبيسيفيك فوليوم. ده الباور بيساوي كده، تمام، او مش باور كمان، هو يعتبر الورك يعني، تمام. فالورك بالنسبه لي بيساوي ايه؟ بيساوي الدلتا بريشر في السبيسيفيك فوليوم. فانا بالنسبه لي السبيسيفيك فوليوم ده ورك، اللي انا بقول عليه ده اسمه ورك، اللي هو الدلتا بريشر في السبيسيفيك فوليوم. السبيسيفيك فوليوم بالنسبه للهواء كبير ولا صغير؟ طبعا كبير، لان الكثافه صغيره جدا، فمقلوب الرقم الصغير يبقى كبير، فبالتالي الباور كبيره جدا. فعشان كده بيقول لك خلاص ما توصلش لمستويات بريشر عاليه قوي، لانك هتاثر في الاخر على الكثافه بالسلب. ليه؟ وقال ضغط عالي من ناحيه، ولكن ما تنساش ان الهواء سخن من ناحيه تانية. هنعالج المشكله دي، هنعالج المشكله دي بعد كده. هو البريشر لوسز تقريبا بيكون 1/10، نص بار، ده اللوسز بشكل عام. فعشان كده بيقول لك ايه؟ عشان كده بيقول لك ان تقريبا الضغط اللي بيوصل في الاخر خالص في السيستم هو تقريبا 6 بار، 6.5، 7 في الحدود دي، تمام. وانت لو بصيت على الثمانية اللي كانت فوق خالص ونقصت منها الايه النص اللي احنا بنتكلم عنه، هيبقى ايه؟ هيبقى 7.5، تمام. افرض ان هم كمان مش 8، لا ده ممكن يكونوا اقل شويه، يبقى انت ممكن تقريبا الرينج بتاعك 6.5، 7، في حاجه في ايه؟ في الحدود الايه اللي زي كده. بعد كده اهو انا بقول ايه؟ بقول الكمبريسور ده، هو بيعرفه بقى يعني ايه كمبريسور. الكمبريسور ده جهاز بيعمل ايه؟ بيعمل كومبريسد للاير، ماشي، هو بيكون داخل عند الاتموسفيريك بريشر بيطلع من مستوى الضغط اللي انا محتاجه، تمام. بيقول لك هنا هو بيقلل الفوليوم بتاع الغاز، بعد كده بيبدا يصنف لك الايه الكمبريسور. تعال نشوف كده تصنيف الكمبريسور. تصنيف الكمبريسورز بيتصنف اساسا لنوعين، البوزيتيف ديسبليسمنت والتربو كومبريسور. النوع الاولاني اللي هو الديسبليسمنت ده هو عباره عن ريبروسوكيت ايه كومبريسور، تمام، او روتري. يعني ايه ريبروسوكيت؟ عامل زي البيستون بالظبط، بيبدا يسحب الهواء مثلا من هنا اهو، ويبدا البيستون ده يطلع، فبالتالي الهواء يطلع من الناحيه الثانيه مضغوط، فده اسمه ريبروسوكيت ترددي. اما الروتري يعني ايه؟ دوراني. ده العمود ده اللي هو المقلوص ده، والعمود المقلوص ده لما بيجي ده يلف وده يلف يعصر الهواء ما بينهم. دي زي السلايدنج فان، زي البامب فان، الفان بامب بالظبط كده. ده ان الهواء هنا بيدخل من المنطقه دي، يمشي كده يمشي كده، يبدا بعد كده الفوليوم بيقل. فلما الفوليوم يقل ايه اللي يحصل؟ معناها ان انت هتقلل الفوليوم بتاع الهواء، صح، وبالتالي الضغط بتاعه يزيد ويطلع من الاتجاه ده. ده تصنيفه. في تصنيفه تانية اللي هي التربو كومبريسور. في حاجه اسمها الاكسيال كومبريسور، في حاجه اسمها الراديال فلو كومبريسور. المطلوب منك في الجزء ده هو معرفه الانواع الاساسيه، يعني بوست ديسبليسمنت، تربو شارجر. تحت الديسبليسمنت في ريبروسوكيت، في روتري، تحت الروتري في كذا وكذا، تحت التربو في كذا وكذا بس. لكن ده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي؟ لا، لان يعني ده اصلا عندكم تفصيلا ماده اسمها التربو ماشينري.
الجزء اللي بعد كده اهو، الجزء اللي احنا هنشتغل بيه هو الريبروسكيت كومبريسور، هو ده اللي احنا هنشتغل بيه على طول في الايه، في النيوماتيك سيستم. هو ده شكله، بيبقى ده الكومبريسور وده التانك. هنفهم معنى التانك وليه التانك اصلا موجود من الاساس. تمام. طيب اول حاجه بيقول لك الكمبريسور ده بيبدا يطلع يوصل لك درجات للضغوط اللي انت ايه عاوزها. ركز بقى في الجمله اللي لسه نازله دلوقتي، اللي احنا هننزلها مره تانية دلوقتي دي، ركز في الجمله دي قوي 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 قوي. هي دي بقى الحته اللي انا كنت لسه بتكلم عليها في موضوع السبيسيفيك فوليوم وموضوع درجه الحراره والكثافه. طب انا دلوقتي لو عندي مشكله ان الورك اللي هيتسحب ككهرباء عالي جدا وانا محتاج اضغط، طب اعمل ايه؟ فقال لك الحل مش درجه الحراره قلت فبالتالي الكثافه قلت، فالسبيسيفيك فوليوم زاد، فالورك زادت، فالباور زاد. انت هنا اهو ممكن تعمل حركه كويسه جدا، تخلي الكمبريسور يبقى مراحل. اول مرحله هضغط، بعد كده برد، لما برد ايه اللي يحصل؟ درجه الحراره تقل، فالكثافه تزيد، فالباور او الورك ومنها الباور كله يقل. بعد كده هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك for high pressure multi stage compression is used with intercooling. intercooling يعني تعمل تبريد بيني ما بين كل مرحله ومرحله. between each stage of compressor to improve the efficiency. انت ايه؟ عشان تحسن الافشنسي. هنا الجدول ده بيوضح لك الكلام ده، بيقول لك الاربعه بار، لو انت عايز اربعه بار هو سنجل ستيج، 15 بار اعمل دبل ستيج. يعني ايه دبل ستيج؟ يعني كومبريسور وبعد كده انتر كولر وبعد كده كومبريسور بعد. اكبر من 15 تعمل تريبل او مالتي ستيج. تمام. ده لو انت عاوز تعمل حاجه ايكونوميك اوبتيمم. لو انت بقى مش عاوز تعمل ايكونوميك او اقل ايكونوميك شويه، ممكن تقول ال 12 يبقى سنجل ستيج، ال 30 يبقى دبل ستيج، الاكبر من 30 يبقى ايه تريبل او مالتي ستيج. بعد كده ايه الريسيفوار؟ الريسيفوار ده اللي هو التانك اللي احنا كنا لسه شايفينه ورا اللي جنب الكمبريسور. طب الكمبريسور بيطلع هواء، ليه انا ما باخدش الهواء وراح موديه على السيستم بتاعي على طول وخلاص خلصت على كده؟ المشكله كلها ان الهواء ده بيطلع اول حاجه كونستنت، ان هو مش كونستنت بريشر، وبيبقى في حاجه اسمها الفلكتويتد. فلكتويتد يعني ايه؟ يعني الضغط يزيد سنه ويقل سنه، يزيد سنه، وفي فلكتويتد يعني في موجات جوه ايه المكان ده. فهدف التانك ده كونستانت بريشر، دامبنج للبلسيشن دي، يعني يعمل خمد للايه للموجات اللي عماله تطلع. تمام. فبالتالي يطلع لك ايه الهواء، هواء ستدي ببريشر ثابت. ثالث حاجه ودي بقى مهمه جدا جدا جدا، هي اللارج سيرفيس اريا. ايه اللارج سيرفيس اريا؟ لما مساحه السيرفيس اريا بتاع الريسيفوار بتبقى كبيره، بتدي امكانيه لتبادل الحراره مع الجو، فبالتالي الهواء جوه التانك ده، عشان التانك ده الهواء جوه بيبقى سخن، بيبقى يدي اتاحيه لان الهواء ده يبرد ولا لا، يدي اتاحيه ان الهواء ده يبرد، وبالتالي الكثافه بتاعته تزيد. صح. بعد كده ماشي، جزء من المونستر is separated into form water in a in a reservoir itself. جوه التانك نفسه بعض الاحيان تلاقي جوه شويه بخار ميه بداوا يتكتبوا، ده في بعض الاحيان، ده في بعض الاحيان. تمام. بيحصل الكلام ده. طب التانك هل هيبوظ؟ لا، التانك معمول بماتيريال تضمن ان التانك مش هيبوظ. تمام. طيب بعد كده السايز. السايز عشان ابدا احسب السايز بتاعي ماشي، انا ما يهمنيش كل الكلام ده، يهمني المعادله بتاعته. تمام. عشان تحسب السايز بتاعك عشان خاطر تقدر تعمل ادخال الفلو من ناحيه واخراج الفلو من الناحيه الثانيه عشان اوديها على السيستم، ففي معادلتين بس المعادلتين هم واحد اصلا، يعني واحده في الاس اي يونت واحده في البريتش يونت. ادي المعادلتين، بيقول لك ان الفي بتاع الريسيفوار هي عباره عن 14.7 من 10 في التايم كيو ار ناقص كيو سي على بريشر ماكسيمم ناقص بريشر مينيمم. ايه ده؟ ده المعادله دي لو انت هتستخدمها في بي اس اي وايه وسي اف ام ستاندر سي اف ام، والتايم ده هيبقى بالايه بالمينت، والكيو هتبقى ساعتها بايه بالسي اف ام، والبريشر بالبي اس اي. نفس الكلام هتعكسه بقى تحت، يبقى ده بالسنتي بالمتر المكعب لكل مينت، وده يكون بالايه الكيلو باسكال، والتايم ده طبعا بالايه بالمينت عادي.
ايه بقى الستاندر ده؟ ايه اس دي؟ اس دي يعني ستاندر سي اف ام، او ستاندر متر مكعب لكل منت. ايه ده بقى ستاندر ده؟ ستاندر يعني الفوليوم فلو ريت، ها، لو الضغط بتاع الهواء ضغط جوي ودرجة حرارته درجة حرارة الجو، دي معناها كده، تمام؟ طيب في بقى حاجة اسمها الستارتنج اللودر كنترول. أنا أفضل إن أنا أشرحها على الرسمة اللي بعديها. إيه ده؟ بصوا دلوقتي أنا عندي الكمبريسور أهو، تمام، ده الموتور وده الكمبريسور وده الإيه؟ الستارت اللودر اللي أنا بتكلم عليه، وده التانك بتاعي. الكمبريسور عمال يدي هنا هواء، فإيه اللي بيحصل للضغط؟ يقعد يزيد لحد ما يوصل لقيمة معينة، يبدأ في سنسور أهو، في سنسور يقيس الضغط جوه الكمبريسور، فيدي إشارة للإيه؟ للايه؟ للستارتنج اللودر، لانه ايه؟ انه يقفل، فبالتالي الموتور ده يقف، وبالتالي الكمبريسور ما يدخلش هواء تاني. ده لما مستوى الضغط يوصل لمستوى معين احنا ايه؟ نظبطه عليه. طب وقف الكمبريسور، بدا السيستم يسحب من الكمبريسور نفسه هواء، ايه اللي هيحصل؟ والله اللي هيحصل ببساطه ان الضغط جوه الكمبريسور جوه التانك هيقعد يقل 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 لحد ما يوصل لقيمه برضه احنا محددينها، ويبدأ من خلالها ايه اللي يحصل؟ يقول لك والله خلاص الضغط قل، يروح مدي اشاره تانية للستارتنج اللودر انه يبدأ يشتغل، فيشغل الموتور ومنها يشغل الكمبريسور ومنها يدي هواء تاني. تعال نرجع للسلايد اللي فاتت، هو ده الكلام اللي انا قلته. في حاجه اسمها الكات ان بريشر والكات اوت بريشر. الكات ان بريشر هي البريشر اللي بيخلي الانجن بتاع الكمبريسور يبدأ ايه؟ يشتغل. الكات اوت بريشر هو البريشر اللي يخلي ايه؟ الانجن بتاع الكمبريسور يبدا يقف، تمام؟ دي الرد او مكتوب هنا كمان على الايه؟ على التانك بتاع الكمبريسور 80 بي اس اي كات ان 100 بي اس اي كات اوت. ده دي معادلتين برضو مكتوب كل حاجة عليهم. هتلاقي هنا ده أنا عاوز أحسب الباور إنبوت اللي أنا محتاجها عشان خاطر أجيب إيه؟ عشان خاطر أدور الكمبريسور ده، بس دي ثيوريتيكالي، يعني ده ثيوريتيكالي. يعني إيه ثيوريتيكالي؟ يعني لازم تحط الكفاءة عشان تطلع الباور اللي أنت محتاجه فعلا، تمام؟ بس أنا دلوقتي عندي معادلتين، المعادلتين بتستخدم واحدة منهم بي إس أي وواحدة منهم إيه؟ إس أي يونت، واحدة منهم بريتش إيه؟ يونت. مكتوب كل حاجة، دي بريشر ان، دي بريشر اوت، ده فلو ريت. طبعا كلام ايه؟ مفيهوش أي مشكلة، كلام منطقي جدا، تمام، وكلام مفهوم مفيهوش أي ايه؟ مشاكل. المسائل بتاع الجزء ده، يعني احنا شوفنا دلوقتي مهم المسائل، صح؟ اللي هو الحجم الخزان اقيسه ازاي، وهنا الباور انبوت. ممكن يجيلك مسألة من الاثنين أو ما يجيلكش أصلا. المسألة دي هتعتمد على حاجة واحدة، على إن حضرتك عارف القانون فهتعوض بيه. مش عارف القانون مش هتعوض، بس لكن مش هتبقى فيها فكرة. طب الافتر كولر، ايه الافتر كولر ده اصلا؟ هو انا دلوقتي مش عندي بخار مية، بخار المية ده جوه السيستم بيبقى موجود فين؟ مع الهواء، يعني الهواء بتاعي ما بيكونش دراي اير بس، ده دراي اير معاه شوية بخار مية. طب انا دلوقتي محتاج اكثف بخار المية ليه؟ محتاج ليه اعمل تكثيف لبخار المية؟ ما بخار المية موجود وخلاص. والله في مشكلة ان بخار الميه ده لما بيتكثف جوه السيستم بيعمل مشاكل. ايه المشاكل اللي بيعملها؟ اول حاجه، تمام، بيبقى فيه ميه جوه السيستم، فبالتالي ممكن تعمل حاجه اسمها راست. راست ده يعني صدى جوه الايه؟ صدى جوه المواسير. دي اول مشكله. المشكله اللي بعد كده اهو، ممكن تعمل حاجه اسمها الوش اواي. وش اواي يعني كسح لللوبريكانت. ايه كسح لللوبريكانت ده؟ مش انا لسه كنت قايل ان في بعض اللوبريكانت بتحط يعني ايه حاجات كده زي زيوت عشان خاطر تقلل الاحتكاك ما بين الاجزاء وبعضيها. هو بقى هيعمل ايه؟ هو هيكسح الزيت ده اصلا، يعني يخلي الزيت مش موجود، وبالتالي بمنتهى البساطه الاجزاء هتتاكل. ليه؟ ما هو الاجزاء اللي كانت عليها لوبريكانت ما بقاش عليها لوبريكانت، مفيش زيت بقى موجود، فبالتالي الاحتكاك هيبقى احتكاك دراي، وبالتالي السيستم تلاقيه بدأ ايه؟ يتاكل نتيجة الاحتكاك. هو ده الراست اللي احنا بنتكلم عليه، تمام، اللي هو ايه؟ راستنج، اللي هو الصدأ يعني. فالمهم الافتر كولر ده هو عبارة عن ووتر اير هيت اكسشينجر،
تمام. هو بيعمل ايه؟ بيعمل تبريد للهواء اللي خارج من الكمبريسور على تقريبا عند 40 25 من الحدود دي، بيفور اتس ايه، بيفور ايه انتر زي ايه زي ريسيفوار. قبل ما يخش الريسيفوار يبدأ ايه يروح ايه مدي الايه ندخله على الايه الافتر كولر. الافتر كولر ده فين اهو، بيقول لك ايه بيفور ات انتر ذا ريسيفوار، قبل ما يخش الريسيفوار يبدا يدخله على ايه على الافتر كولر. ايه بقى اللي بيحصل؟ مش ده مبادل حراري، يعني في جزء ساخن وفي جزء بارد. الجزء الساخن هو الهواء والجزء البارد هو الميه، وبالتالي انت تعمل ايه، بيبدا يكثف الايه بخار الميه اللي موجود في الجو او اللي موجود في الهواء يعني. فبالتالي ياخد بخار الميه ده ماشي، ويبدا يجمع 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 يجمع، وبعد كده ايه بخار الميه يجمع الميه دي ويرميها، والهواء الدراي يبدا يتحرك. ده الايه ده الافتر كولر. معظم المست بايه بيروح في ايه عن طريق درجه الحراره القليله دي، خلاص وخلصنا على كده تمام. ده معظم وليس كل ماشي. ده شكل الايه الكمبريسور ايه ده شكل قصدي الكولر او الافتر كولر. بالنسبه لي دراي اير، دراي اير او اير دراير، اير دراير ده اللي هو مجفف الهواء. ايه مجفف الهواء ده؟ مجفف الهواء ده اللي هو الافتر كولر بيشيل، الافتر كولر اللي احنا كنا لسه قايلين عليه قبل كده بيشيل 85% من الرطوبة تمام. طيب اما 85% طب ما في 15% لسه ما شالوه، فالاير دراير بقى بيبدأ يشيل من ال 15%، يشيل بقى 13 12 10 زي ايه هو جدعنته يعني تمام. ايه بقى اللي بيحصل؟ الاير دراير ده بيبقى موجود ماشي بعد الافتر كولر عشان خاطر يشيل جزء من الايه من المونستر ده. هو فيه ثلاث انواع، الابزوربشن والادزوربشن واللو تمبريتشر دراينج. ايه شكلهم؟ اول نوع الابزوربشن سيستم هو نظام ميكانيكي او نظام هو نظام كيميكال شغال تمام. هو اول حاجه بيحصل حاجه اسمها، تعال نشوف اول حاجه الايه الرسمه بتاعتها عشان نشرح عليها احسن. هنا الهواء الهواء اللي هو فيه ووتر او بخار ميه بيبدا يخش من هنا، نتيجه الحته دي بيعمل حاجه اسمها الايه اللفه دي بيسموها سويرل سويرل، فشو جزء من الميه يبدا ينزل ايه يتساقط في الحته دي. ادخلها على حاجه اسمها الفلاسك، في الحته دي بيكون فيها حاجه مثلا زي الايه الكالسيوم كلورايد، يتفاعل مع بخار الميه اللي موجود فين في الجو، وبالتالي الهواء يطلع دراي من الايه من ده. ده السيمبول بتاعه جوه الدايره يعني، لو شفت ده يبقى ده اسمه ايه اسمه اير دراير. بعد كده اخد ايه الستيم اللي ايه اللي نازل من هنا، مش الستيم بقى اللي هو بخار البخار الميه اللي يتكاثف يبقى ميه يعني، اخده من هنا واروح ايه مطلعه بره السيستم بالنسبه لي، وخلاص الدراي اير طلع من ايه من هنا. بعد كده الادزوربشن دراينج، ادزوربشن دراينج دي بحط مادة اسمها السيليكا جيل، تعال نشوف كده برضو السيستم بتاعه أحسن. هنا بتبقى هنا السيليكا جيل بتعمل إيه بقى اللي بيحصل؟ بص أدي المونست إير، مونست إير يعني هواء برطوبة. على سبيل المثال ده الفرف ده مفتوح، فأبدأ أمشي كده 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 أخش على السيليكا جيل، السيليكا جيل دي تروح ساحبة البخار المية ويطلع من هنا إيه الهواء وهو دراي ويطلع من هنا. إيه فايدة إن أنا حاطط اتنين هنا؟ اتنين دول واحدة شغالة واحدة ستاند باي، يعني لو دي شغاله تلاقي الفالف ده مقفول وده مقفول، وده اللي حصل فعلا يعني، ده مقفول وده مقفول ودي شغاله ودي شغاله. الدراع ده معناها ان انت ممكن يكون ده مفتوح على ده كده اهو كده، وممكن اوصل ده بده اللي هو الفرع ده كده اوصله بده. ليه؟ ما هو السيليكا جيل دي مش عماله تتبل بالميه كل ما انت ماشي، طب ما هتوصل لدرجه حراره، هتوصل لوقت معين هتبقى مشبعه خلاص مش هتقدر تاخد بخار ميه اكتر من كده. فهنا بيحط فانه وهيتر، هيتر ده هواء سخن بيطلع من هنا اهو كده اهو، وليكن لو دي بتشتغل ودي بره الخدمه فتلاقي الفلو مشي كده بتاع الهواء السخن مشي كده كده، وبعد كده دخل ايه بخر الهواء الميه اللي كانت هنا وايه ونزل خلاص في ايه في الاتجاه ده كده كده كده، وخلاص الهوت اير
طلع من هنا وبدأت دي خلاص بقت سيليكا جيل تقدر تستخدمها مرة تانية، تمام؟ فتقدر تستخدمها عادي، فتبدأ تفتح ده على ده وده على ده، وتقفل لي ده وتقفل ده وتفتح ده وده، عشان أبدأ إيه أخلي الهواء يتحرك في الاتجاه ده، عشان خلاص دي بقت إيه جاهزة لإنها تشتغل. ده السيمبل، هتلاقي نفس السيمبل هو السيمبل إيه اللي فات. بعد كده الاسم لو تمبريتشر دراينج. ايه اللو تمبريتشر دراينج؟ من اسمها كده لو تمبريتشر دراينج، عامل زي نظام التبريد والتكييف اللي هو الريفريجرانت، يعني ريفريجريشن سيستم. ايه ده؟ بيجيب دايره التبريد، تعال نشوف برضه السيستم بتاعه هو اللي نشرح من عليه. دي الريفريجرانت سيستم، ده السيستم بتاعه، تمام؟ اللي هو فيه ايه، فيه شويه تبريد وفي حاجات ممكن يكون ما حدش يعني انتوا ما خدتوهاش، ولكن ده نظام، في نظام تبريد هنا يعني انت مش مطالب بيه دلوقتي، تمام؟ بيطلع من هنا حاجه اسمها ايه، زي الكويل، سربنتينا بيسموها سربنتينا، بيكون فيها ايه، هنا بيكون جوه فيه فريون بارد، فريون بارد، الهواء بيكون داخل من هنا عن طريق اهو ويبدا يخش هنا. ايه اللي بيحصل؟ بصوا، يخش على السربنتينا البارده، فايه اللي يحصل؟ درجه حراره كلها تقل، فبالتالي يحصل تكاثف لبخار الميه اللي موجود جوه الهواء، صح؟ فبالتالي بخار الميه يتجمع فين؟ يتجمع كده، يتجمع كده، وبعد كده ايه؟ يروح طالع من عند طريق السبريتور. يطلع من هنا الايه؟ الهواء بقى، الهواء البارد. الهواء البارد اهو ماشي كده، والهواء السخن اهو، فيبدأ يبرد قبل ما ايه؟ قبل ما اخش كمان. يعني كمان هو بيبرد قبل ما اخش، عشان كده حطيت هنا السبريتور كمان. ليه؟ وهو قد يكون بعض بخار، بعض من نسبة بخار الميه تكثف في الماسوره وهو ماشي كده. يبقى اسحبه ازاي انا بقى؟ هسحبه عن طريق السبريتور ده، تمام؟ دي الفكره. برضه هتلاقي نفس السيمبل هو لان هما الثلاثه دراير، ولكن فكره العمل بتختلف. ده بيشتغل عن طريق ده، ده بيشتغل عن طريق كذا، وده بيشتغل عن طريق كذا. هنقف عند الجزء ده، ويبقى ان شاء الله الفيديو الجاي نبدا من عند السيرفيس يونت.